أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من بوليتيك. في عدد اليوم نتناول الموضوع الرئيسي هو الانتخابات الرئاسية، ونتناول موضوع مواضيع متفرقة، استقبال قائد الجيش والوزير الأول أيضا لوزير الدفاع في النيجر، ونتناول أيضا ما يجري بين إيران ودولة الاحتلال وأيضا في غزة. شفنا اليوم ردود أفعال الولايات المتحدة تقول مستعدة وجاهزة باش ندافع على إسرائيل، وتقول بأن إسرائيل دارت عملية في غزة وقتل فيها بعض الأشخاص، يعني استصغرت حجم الكارثة والمجزرة. وما زال الولايات المتحدة تغطي إسرائيل، تحمي فيها، تدافع عليها إلى آخره. وثم نتناول نعطي آرائنا في عودة الرياضيين الجزائريين من باريس بعد انتهاء الأولمبياد. معي اليوم ما عرفتني دكتور جدي أمين بلعزوق وكرة العبد الحفيظ. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. تحدثوا عن الانتخابات الرئاسية، بدأ الجو يسخن شوية أيام قبل الحملة الانتخابية، جين ظنرنا في 19 أو 18. كل الأحزاب والمترشحون ينشطون الآن، ينظمون أنفسهم في مديرية الحملة الانتخابية. شفنا برمجة بعض الداعمين للسيد تبون لخرجات، أيضا مرشح الأفافاس ومرشح حمص أيضا وضعوا برامج. البعض يقول أنه أو مرشح حماس يقول أنه سيزور 30 إلى 40 ولاية. بعد فترة قليلة ستبدأ تظهر البرامج وسنتابع، ولكن أنتم كيف تقرؤون هذه الاستعدادات قبل الجورجي كما يقال، قبل 15 أوت المقبل الجاري؟ أولا أكيد بأن الحملة الانتخابية ستنطلق بشكل رسمي وفقا للقانون يوم 15 أوت، معناها يوم الخميس هذا المقبل. أكيد أن كل الأحزاب السياسية خاصة الأحزاب التي لها مرشحين كما تكرمت مثل جبهة القوى الاشتراكية وحركة حمص والمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، هذه الأحزاب الآن نظن راهي انتهت من وضع الهياكل نتاعها في مختلف الولايات لمباشرة الدعاية وتقديم البرامج. نحن نأمل أن هذه الحملة الانتخابية أولا تسودها روح التنافس الشريف البعيد تماما عن القذف وعن الشتائم وغيرها، معناها لازم نخلق الحملة الانتخابية وأن تركز أساسا من طرف جميع المترشحين على البرامج التي يجب أن يتوجهوا بها إلى المواطنين من أجل تعبئة الشعب وتحفيزه لمشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية. لماذا نلح على المشاركة سيد حناشي؟ لأن المشاركة تعطي شرعية قوية للسلطة أو للشخص الذي سيفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وتجعله متحررا من جميع الضغوط ويؤدي مهامه بنوع من الارتياح، سواء كان هذا الارتياح على مستوى الجبهة الداخلية أو على مستوى الجبهة أيضا الخارجية. ولذلك نظن بأن الحملة الانتخابية ستكون معركة كما يقال حامية الوطيس، خاصة أن الأحزاب الداعمة للمترشح السيد عبد المجيد تبون هي أحزاب أنا أراها كوجهة نظر لها قواعد، لها هياكل. الآن عندي له قواعد وله هياكل وموجود في القطر كله. جبهة التحرير الوطني لها هياكل ولها قواعد ولها مناضلين ولها جمعيات ولها متعاطفين. حركة البناء الوطني اللي يقودها السيد عبد القادر بن قرينة أيضا لها هياكل ومتواجدة في كل الولايات تقريبا. جبهة المستقبل التي يقودها السيد فاتح بطبيق كذلك، وغيرها صوت الشعب وغيرها من الأحزاب، حتى فجر نظن الجديد نتاع نظن بن بعيبش ونتاع أبو عبد السلام أيضا من الداعمين للمترشح عبد المجيد تبون. ثم جبهة القوى الاشتراكية أيضا صحيح ممكن تتركز بشكل كبير في ثلاث ولايات اللي هي البويرة وبجاية وتزي وز، ولكن في العاصمة والعاصمة في المدن الكبرى أكثر، وهران سنطينة حتى عنابة. لا نقول لك أنا حتى في بعض المناطق البعيدة أنا نعرف بأن جبهة القوى لها مناضلين في تمر راست وفي أضرار وفي بشار وفي ورقلة وفي تبسة وفي كل المناطق راهي عندها مناضلين جبهة القوى الاشتراكية. علاش؟
لأن المجتمع الجزائري الآن تجاوز فكرة الحساسيات وتجاوز الفكرة وأصبح تقريب شعب وطني. بالعجب كيف تقرأ أنت التحركات الآن قبل الأيام من الحملة الانتخابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحركات عادية يعني أيام قعدوا 3 أيام فقط بداية الحملة الانتخابية، يعني كي قعدوا 3 أيام نورمالمون الهياكل تاعك راهي واجدة، المديريات في الولايات واجدة، المداومات في البلدية تكون واجدة، ماشي حتى لا دنيير مينوت. أظن كاين هذوما تاع جبهة القوى الاشتراكية أو تاع حركة مجتمع السلم، نظن حضروا صافي لونطون القواعد تاعهم تاع المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. كاين الكثير من الاحزاب وكاين كثير من الجمعيات تاع المجتمع المدني، وعلى بالك يكون عندك بزاف الاحزاب وبزاف الجمعيات وبزاف الهيئات اللي تساندك، يولي لازم دير لي زيكيليبر. يعني هو لا بلوس دو بروبليم عليهم، المدير الحمله تاعو عنده اكثر مشاكل، لازم يدير توازنات لانه عنده 10 احزاب تقريبا يساندوا فيها واكثر، عنده عشرات الجمعيات، عنده عشرات المنظمات اللي يساندوا فيه، لازم. وعلى بالك بيناتهم كاين منافسه شديده، وبينات كل واحد يحب يمبوزي مدير حمله تاعو. كل نظن باللي لا ليست راهي في لي دنيير روتوش، هاي في اللمسات الاخيره تاع مديرين الحملة تاع السيد عبد المجيد تبون، انا اعتقادي انه سيعلن عليها اليوم او غدا على اقصى قدر. انا اظن قراءتي فقط انه نظن تم الانتهاء من قائمه المدراء تاع الحمله تاع السيد تبون، واظن انه مدير الحمله سيد مراد عكس، انا ارى العكس انه عنده اكثر مشاكل من مدراء المترشحين الاخرين، هو عنده افضليه اكثر من وجهه نظري، مشكله فقط في التنسيق، لان انه الان الحملات الانتخابيه والنشاطات اللي يديرها داعمين للسيد تبون يجب ان ينسقوا مع مدير الحمله نتاع السيد يعني تبون. ولكن نظن اذا كان عمليه التنسيق يعني مش ممكن ضغط العمل، ضغط العمل كبير، ولكن بالعكس هذا ديزافونتاج ليه، لانه عنده ديزافونتاج، عندك قاعده اكثر، عندك شعبيه اكثر، عندك ان في في الكترالي، عندك وعندك خزان للمنتخبين اكثر بكثير. لكن المشكله اني نقول لك وراه سكتي لا في الجي بار اكزومبا، هو تاع حركه مجتمع السلم، عنده مقترح واحد باش يكون مدير حمله في الجي، عنده مدير واحد في وهران تاع جبهه القوى الاشتراكيه نفس الشيء، انت عندك 50 واحد يتنافسوا. لا مش يتنافسوا، انا وجهه نظري كاين مدير حمله في كل ولايه، مدير الحمله ينسق مع مسؤولين، لكن حتى باش يكون مدير حمله في ولايه فقط قضيه حتى مدير حمله تاع الولايه عندك بزاف الاقتراحات، ما عندكش واحد، عندك بزاف الاقتراحات. ورحين انا هذا وجهه نظر، يعني ربما العمليه تكون فيه ضغط في العمل لانه عدد كبير من المؤيدين، ولكن لا اظن انه هناك مشكل. المفروض ان المناضل او الداعم المفروض ان لا ينتظر منصب قيادي، انت داعم لبرنامج رئيس كحزب، انت لا تنتظر أن تكون في المراتب الأولى أو أن تكون قيادي أو أن تكون مدير حملة أو مدير حملة على مستوى الولايات، أنت ستنفذ برنامج لأنك التحقت بالبرنامج والتحقت بترشح رئيس، يعني أنت لابد أن تخضع للضوابط التي تقررها الحملة، يعني حتى ولو أعطوك حتى منصب على مستوى المديريات أنت اخترت هذا المسار أنك تدعم هذا المترش تمشي فيه. طبعا أنا عندي منظور آخر بخصوص الحملة، لأننا في بصدد اللمسات الأخيرة قبل بداية الحملة، أنا أعتقد أن الحملة ستكون مناسبة ومؤشر لمعرفة مدى شعبية كل مترشح، سيكون ذلك من خلال التجمعات، سيكون ذلك اختبار لمدراء الحملات حول قوة التجنيد، حول قوة ملء القاعات، وهذا شيء مهم جدا نعرفه في كل المناسبات الانتخابية. ليست هناك أماكن ربما، وربما ليست هناك شركات ومؤسسات مختصة في استطلاعات الرأي، ولو أن القانون أيضا يمنع هذا النوع من الأمور بما يتعلق الأمر بموعد انتخابي كهذا الموعد خاصة في هذه الفترة، ولكن المؤشر راح يكون هو
درجة التجنيد راح يكون درجة النظام، راح يكون درجة إقبال وإقناع المواطنين واللي هم طبعا الناخبين للوصول إلى القاعات ولملء القاعات ولحضور التجمعات، راح يكون أيضا مؤشر آخر هو عدد الولايات ونوعية الولايات. يعني أنا أعتقد بأنه ستكون الولايات النائية والولايات ربما المحرومة بعض الشيء من التنمية ذات أولوية لكل مترشح لاستقطاب أكبر عدد من الناخبين. يعني أنا بالنسبة لي هذا هو الموضوع، أما باقي الأمور ففصل فيها القانون بخصوص أيام الحملة وطريقة الحملة وضوابطها وأحكامها وموانعها وكثير من الأمور الأخرى. إذن أنا بالنسبة لي شخصيا ستكون فرصة ومؤشر لمعرفة قبل تاريخ الانتخابات من سيكون الأوفر حظ. بطبيعة الحال الجانب اللوجستيكي هو مكفول للجميع وفقا للقانون، وفقا لأيضا استعداد مؤسسات الدولة، الأماكن، الفضاءات التي يمكن سيكون أو ستكون ضمن البرنامج المسطر لانطلاق الحملة على مدار الأيام المبرمجة وفقا للقانون العضوي للمنظم لعمل ومهام السلطة، والمتعلق بطبيعة الحال بالمرحلة، هذه المرحلة الأخيرة التي تسبق مرحلة الصمت الانتخابي، وبعدها يأتي مباشرة مرحلة الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي الجانب اللوجستيكي غير مطروح بتاتا البتة، لأن الجميع على قدم المساواة وعلى نفس المسافة بالنسبة للقانون. لكن الأمر بالنسبة لي يطرح بالنسبة للبرامج، هل المترشحين الثلاث على أتم الاستعداد بالنسبة للبرامج التي سوف يغازلون بها سياسيا الهيئة الناخبة، المواطن، المرأة، استهداف بعض الفئات المعينة مثل الشباب والتي هي في عزوف ربما البرامج. اليوم عندما يجد الشاب نفسه داخل برنامج المرشح سوف يستقطبه، سوف يولي اهتمام لهذا البرنامج، وسوف بطبيعة الحال يكون مؤشر إيجابي وحتى حافز سياسي للذهاب إلى صناديق الاقتراع حتى يكون الاختيار بالنسبة لهم الأفضل على حسب ما يتوافق مع متطلباتهم ومع أيضا بطبيعة الحال ما يطمحون الوصول إليه وفقا لهذا المترشح. إذن الأمر يتعلق أساسا بكيف نصل إلى استدراج هذا الناخب حتى يصوت لهذا المترشح. هذه الحملة لأنه الآن القضية اللي سميتها أنت لوجيستيك، نظن ما فيش مشكلة تاع لوجيستيك الإطلاق، يعني كل الظروف متوفرة، أماكن الفضاءات محددة، الإشارات محددة، تنظيم العملية، عملية الاتصال أو الحملة يتم تنظيمها حاليا، مديريات الحملة يعني منظمة في ثلاثة، وبالتالي لا أظن أن هناك مشكل في هذه النقطة. والدولة وفرت كل الظروف المواتية. تم فتح الآن باب طلبات الاعتماد لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، سنرى الحجم الإقبال على هذه الانتخابات. الآن أنا بالنسبة لي الرهان هو ماذا سيركز المترشحون الثلاثة في حملاتهم الانتخابية. هل بالدرجة الأولى المشاركة في الانتخابات؟ هل برامج مثلا قطاعات اللي ممكن يركزوا عليها وكما قلنا أمس بين الأمور الخارجية والوضع الأمني الاستراتيجي أم الداخلي أم ماذا؟ يعني سؤال مطروح للأربعة. أنا أظن بأن العمل الممتاز اللي راح تركز عليه الأحزاب لمختلف المترشحين وخاصة المترشح عبد المجيد تبون هو العمل الجواري وتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة وحشدهم للقيام بالواجب الانتخابي. هذه مسألة مهمة جدا. اثنين، نظن بأن مسألة مثل ما أشرت سي حناشي أن مدير الحملة الانتخابية الذي تم اختياره ليس بشكل عشوائي وإنما بشكل مدروس وهو السيد إبراهيم مرات، نظرا لما يتمتع به من كفاءة ومن خبرة تؤهله لأداء مثل هذه المهام الوطنية، ولذلك سوف لن يلقى صعوبة في التنسيق بين مختلف الجهات الداعمة للمترشح عبد المجيد تبون، ويجعل الحملة الانتخابية تمر بمستوى عالي من السلاسة ومن التوافق بين مختلف الجهات. لكن الداعمة. دكتور جدي، الحملة راح تخص ثلاث مترشحين مش فقط المترشح. لا لا لا، لأنه هو عنده عبء أكثر من الآخرين، لأنه هو ما يسيرش في حزبه، الآخرين كل واحدة ويسير في حزبه. الحملة الانتخابية تاع جبهة القوى الاشتراكية يسير فيها جبهة القوى الاشتراكية، الحملة تاع حركة مترشح حمص تسير فيها حمص، ولكن هو راه يسير في عدة تشكيلات سياسية، وهذه التشكيلات السياسية هي تشكيلات حبيناها ولا ما حبيناش بمستوى موضوعي، هي تشكيلات سياسية وازنة
في الحياة السياسية للبلاد. هي إضافة وليست عبء. لا طبعا هي إضافة توافق معك. ليست عبء، وإنما قلت له باللي يقدر السيد مدير الحملة الانتخابية يسير هذه الأمور نظرا للكفاءة التي يتمتع بها في أداء مثل هذه المهام الوطنية. اثنين، إن الفكرة الجوهرية والأساسية أنا اللي ديما نركز عليها هو أن هذه الأحزاب مجتمعة للمترشحين كلهم لا بد أن يعملوا على فكرة كنت تطرقت أنت لها البارح في برامجهم الانتخابية لجذب المواطنين وتعبئتهم وحشدهم للمشاركة على الانشغالات اليومية للمواطن، وخاصة القطاعات الخدماتية اللي عندها اتصال مباشر بخدمة المواطن، مثلا نظام التربية والتعليم بقطاعاته الثلاث، سواء تعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية كأهم قطاع، مهم قطاع التربية يعني قطاع الصحة، قطاع الصحة العمومية والعمل والتشغيل إلى غير ذلك، لأن هذه مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن وهذا ما يهم المواطن، ونظن باللي البرامج سوف لن تخلو من الاهتمام بهذا الجانب. لمين؟ أنا أظن أنه أهم محور سيركز عليه المترشحين الثلاث هو القدرة الشرائية. يعني عالميا أصبحت كل انتخابات سواء كانت رئاسية برلمانية محلية بلدية، كل انتخابات الشغل الشاغل لكل مواطنين هو القدرة الشرائية، مع أنه كان محاور أهم من القدرة الشرائية، لكن المواطن يكتفي بهذه القدرة الشرائية من بعد باش يجوا الانشغالات الأخرى. لماذا؟ أنا عندي ربما محور الأمن والاستقرار أهم من القدرة الشرائية، لأن في لافيزيون تاعي في الرؤية تاعي، لأن نشوف أنا وش هاو صاري بحولنا البلدان، نشوف وش هاو صاري في ليبيا، نشوف وش هاو في دول الساحل، نشوف وش هاو صاري في فلسطين المحتلة. نعمة الأمن والاستقرار لازم نكونوا نعرفوها، نعرفوا القيمة تاعها، وهنا الحمد لله بفضل الرؤية الاستشرافية تاع السيد عبد المجيد تبون، بفضل التضحية تاع الجنود تاعنا تاع الجيش الشعبي الوطني خاصة في الحدود اللي راهم يضحوا يوميا ليلا نهارا، هما واقفين أعين صاهرة على الأمن تاعنا. احنا ما نعبناش النعمة هذه، لكن لازم نشوفوا واش هو صاري أوتور باش نعرفوا قيمة هذه النعمة تاع الأمن والاستقرار، لأنه الوضع خطير جدا في الحدود تاعنا، سواء الحدود الجنوبية، الحدود الجنوبية الغربية، الحدود الشرقية، الحدود الغربية وين يدخلون هذا السموم، هذه المخدرات اكسترا، وعندك جار يكيد لك كيدا. إذا كان عدة محاور، لكن لما تتكلم عن النخبة تتكلم له على الأمن والاستقرار تتكلم له، لكن لما تتكلم مع المواطن أنا وافق دكتور جدي، تتكلم له خاصة على القدرة الشرائية، على الأسعار تاع المنتوجات ذو الاستهلاك الواسع، وتكلم له أيضا على المشاكل اللي يعانيها. نعطيك مثال فقط ونختم. أنا عندي أسبوع وأنا نروح المستشفى لأنه باش ندخل على واحد المريض، وهذه ماشي طبيعي، مريض ماشي أنت تحت تدخل عليه المستشفى. الكوارث صايرة في المستشفيات تاعنا للأسف الشديد، المريض يعاني الأمرين، هذا في مستشفى كبير جامعي في العاصمة، ناهيك عن المستشفيات تاع البندن الداخلية. أن نتمنى أنه هاد المترشحين الثلاث والمديرين الحملة تاعهم وهاد الناس اللي يتساند فيهم تطرق لهذه المشاكل، مشاكل تربية، مشاكل، ومع أنه في التربية بلوز ما كان استقرار، يعني بكل صراحة نقوله في قطاع التربية مجهودات كبيرة اندارت، كان استقرار في قطاع التربية، والوزير هذا تاع التربية الحق قام بعمل كبير، القطاع مستقر، لكن في التعليم العالي لازم نزيدوا لأن المستوى تاع الجامعة. لكن في الصحة، الصحة الحياة تاع الإنسان، ما نلعبوش بالحياة تاع الإنسان. جو بريفير نطرق هذا الموضوع في حس أخرى بالديتاي، لكن نتمنى المترشحين يروحوا لهذه المشاكل اللي يعانيها المواطن يوميا. توافق وش يقول أمين بلعزو؟ لا هو لا يوافق، دوما لا يوافق ما أقول. أوكي، رأيه طبعا بدون مجاملة، لأنه لو كان نمشيو في نهج واحد ما يوليش برنامج. يوافق مرات هكذا وافق. البرنامج يعتمد على الرأي والرأي الآخر طبعا، هذه هي جدلية وفلسفة الحياة، يعني إذا كنا متفقين على رأي واحد سيهجرنا المشاهدون. أنا بالنسبة لي ما تعلق بالمستوى أو القدرة الشرائية، أنا لا أعتقد بأن أي مترشح يمكن أن يعيد الجزائريين بقدرة شرائية ثابتة، لأن هذا الأمر ما يقدرش يكون محل وعود. لماذا؟ لأن القدرة الشرائية تخضع لتغيرات دولية وتخضع لعدة ضوابط وأحكام أخرى، ما نقدرش نعرف أن القدرة الشرائية في سنة 2025 مش من ضوابط تحكمها،
يعني نتحدث هنا عن منتوجات ممكن تعرف ارتفاع في السوق الدولية ينعكس ذلك على الجزائر، ممكن العملة تنهار بالنظر إلى تقلبات دولية، ممكن أسعار النفط تهبط. إذن القدرة الشرائية لا يمكن أن تكون محل وعود أو محل برنامج. نقدر نحكيه على البطالة في إطار تصور معين، مد تصور حول القضاء على البطالة، نربطه بالاستثمار، نقدر نحصل على أرقام. قال عندي في السنة 600 مشروع، نفتح كما قامت الدولة بفتح الاستثمار على أبواب كبيرة جدا بتشجع المستثمرين. يعني كل مجال يأثر على المجال الآخر. نتحدث هنا عن وعود ممكن تمس بالحياة اليومية للجزائريين، تحدث هنا عن أجور، عن عمال، عن طلبة، عن مرأة ماكثة في البيت، عن منح، عن تحفيزات أخرى في قطاعات معينة. ولكن الأمور أنا أعتبرها أمور غيبية، لأن الأمور اللي تخضع ماكش أنت تقررها وحدك، وما تخضعش لأحكامك وحدك، ممكن تدخل فيها أشياء أخرى أو جهات أخرى. أنا أعتقد أنه ما لازمش تكون محل. مدام أنت تقول بلعزوق أنه لازم جدل ونقاش، أنا نجد لك ونختلف معك ونختلف مع بلعزوق في نفس الوقت. لماذا؟ رأيي البسيط يعني المتواضع أنه في السياسة لا يوجد أمور غيبية. عندك مشكل تتوقع أنت تستشرف ماذا سيحدث لك العام الجاي وبعد 5 سنين وبعد 6 سنين وتطرح التصور تاعك. لنأخذ مثلا الأسعار واللي نسميه التضخم، الانفلاسيون أصبح قضية مهمة جدا، ليس في الجزائر فقط، في العالم كله، في كل وثيق مع القدرة الشرائية حياة المواطن. بالضبط، يعني هذه يبدو لي راح تكون محل تركيز مهم جدا من عند المدراء الحملة ومن عند المترشحين، لأنه الفرد العادي ما راناش حنا قاع مهتمين بالسياسة الدولية وبالجيوبوليتيك ومهتمين بحياتنا البسيطة. 80% من الجزائريين أو 70% اللي أكثر ممكن أكثر تهمه حياته، واش يخلص واش يخلص، واش كيفاش يعيش مع أولاده إلى آخره، النظام الصحي، نظام التربية إلى آخره. إذا هذه يمكن بالعكس راح تكون من أهم النقاط اللي قادرة تجبد أو لا تجبد، يعني تجذب أو لا تجذب الناخب. هذه النقطة الأولى من وجهة نظري. النقطة الثانية بالنسبة لأمين بلعزوق، من وجهة نظري يعني هناك مساعي في قطاع التعليم العالي وبدأت توضح. هناك مسعى كبير يقام منذ فترة، ما نقولكش طويلة أو متوسطة. معليش النتائج تبدأ عنده 30 سنة. لحظة نقول لك لأنه أي مشروع نتائج تأول لا تظهر على الفور، تأخذ وقت. هناك مشاكل في قطاع الصحة، هناك مشاكل، مواطن كي يروح المستشفى يتعب. انا اليوم كنت نتبع في حاله تاع واحده سيده بسيطه يعني فقيره في مستشفى تعاني. انا لا انكر المجهودات اللي يقوم بها الوزير بداري. نعم. ووزير بداري وانا شكرته كم مره في الحصه، لانه لكن الوزير بداري عنده شحال عام اللي جا؟ عامين. باش يبانوا النتائج تاعو لازم على الاقل 5 سنوات. هذا واش راني نقول. ممكن قال في قطاع التعليم العالي فيه هذه نقطة ضعف، وفي أمور إيجابية تقام الآن، ورانا نتحدث أمام أستاذ جامعي. نعطيلك ممكن تعطيني وجهة نظرك. أنت أستاذ جامعي في الجامعة الآن. أولا يجب أن نشير بكل موضوعية إلى أن قطاع التعليم العالي، وأتكلم عليها الدكتور أمين بلعزوق، صراحة في السنتين الأخيرتين اللي قود فيها السيد كمال بداري القطاع عرف تحسنا كبيرا في عدة جوانب. على مستوى الخدمات، ترشيد النفقات، تحسين عملية الأطعام، إدخال عملية الرقمنة حتى في البحث التي قللت كثيرا من الإهدار المالي اللي كان سائد. ثانيا حتى على المستوى التصنيف الدولي للجامعات الجزائرية تحسنت مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي، وكاين عندنا جامعات أصبحت تحت المراتب لا بأس بها في آخر تصنيف. أستاذ مثلا جامعة بالعباس، وبالتالي يجب أن لا ننكر بعض الجهود التي يبذلها الصاهرين على القطاع في تحسين هذا القطاع. صحيح تبقى فيها نقائص، ولكن مع يجب أن تأخذ الإصلاحات مثل ما تكرمت مداها في الزمن إن شاء الله. معليش نرجع في الجزء الثاني، لا يقولوا لي الوقت انتهى للأسف. الجزء مباشرة كي ندخل الجزء الثاني نعطيك الكلمة. سيدة منار فتني بشهد الكرام، انتهى الوقت المخصص لهذا الجزء.
فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من بوليتيك. في هذا الجزء نبدأه اليوم، كنا تحدثنا أمس على الوضع في ليبيا على حدودنا الغربية، وتحدثنا على حدودنا الأخرى في الجنوب. شفنا وزير الخارجية سيد عطاف، وتحدثنا أمس استقبل السفير الليبي في الجزائر بناء على طلبه، وكانت رسالة واضحة تاع الجزائر وهي متسقة منذ سنوات طويلة، الحوار والتزام الحكمة واستغمال لغة الحوار بدلا والسياسة بدلا من الحروب، لأن الحروب دائما ما تؤدي إلى الفوضى وإلى الخراب، وتجربة ليبيا في حد ذاتها معروفة. شفنا اليوم أيضا زيارة وفد من النيجر، شفنا استقبال قائد أركان الجيش لوزير الدفاع نتاع النيجر، شفنا استقبال نفس الاستقبال من طرف الوزير الأول، وهذا يعني اهتمام الجزائر كما قلنا في اليومين اللي فاتوا بطريقة واضحة ومركزة على الوضع في حدودنا سواء الجنوبية أو الغربية، عفوا الجنوبية الشرقية. هذا المسعى يشير إلى أنه الجزائر تدفع نحو إيجاد حلول سياسية في البلدين. حتى اليوم كلمة قائد أركان الجيش تصف في هذا الاتجاه، تطوير التعاون العسكري والأمني والاقتصادي والدبلوماسي، ورسالة واضحة أنه المشاكل والأزمات في الدول الإفريقية لا تحل إلا من طرف أهل الدولة، أهل البلد أنفسهم بدون تدخل خارجي. نفس الموقف مع ليبيا، نفس الموقف مع النيجر. ما كيف تقرؤون هذا الاستقبال وزير السفير الليبي، وأيضا استقبال وزير الدفاع نتاع النيجر؟ بطبيعة الحال أن الجزائر معروفة ضمن سياستها الخارجية لا تتدخل في شؤون الغير وترفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، هذه السياسة الخارجية للجزائر. لكن يبقى أيضا أن الأمر عندما يتعلق بالأمن القومي للجزائر، أيضا الدستور هنا يتحدث عن تدخل حتى في حالة الاقتضاء تدخل عسكري لحماية حدودنا، ونحن نعرف جيدا بأن الحدود كلها ملتهبة إلى حد ما، خاصة ما تعلق بمنطقة الساحل وكل النزاعات التي حدثت والتي أيضا يفترض أن تحدث ربما. الأمر المتعلق حاليا بحدودنا الغرب الشرقية والجنوبية الشرقية، لأنه اليوم نحصي تقدم لقوات حفتر إلى مشارف حدودنا إلى حوالي 10-15 كيلومتر، وهذا أيضا يهدد أمننا القومي. الجزائر اليوم سوف لن تقف مكتوفة الأيدي حتى تنتظر الخطر المحدق يصل إلى داخل حدودها، بل هي تتأهب إلى هذا الحوار في إطار اللقاءات الثنائية المباشرة والغير مباشرة، سواء عن طريق وزراء الخارجية أو عن طريق السفراء، وهذا ما يسمح أيضا بحلحلة الوضع وإيجاد حلول من شأنها أن يكون الحل ليبي ليبي نيجيري نيجيري، وبالتالي تأمن الجزائر في حدودها. أربط فقط الوضع بالانتخابات في الجزائر. اليوم على الناخب الجزائري أن يصوت قبل أن يصوت على المترشح الذي سوف يقود المرحلة القادمة، أن يضع في حسبانه مثل ما قال بالعزوق الشأن الجيوسياسي، لأنه مهم جدا ويتعلق بالأمن الداخلي والأمن حدود الأمن القومي للجزائر، وهذا بالغ الأهمية، يرتبط أساسا بالمستوى المعيشي للمواطن، لأن دون أمن سوف لن يكون هناك أي مستوى معيشي للمواطن. تفضل دكتور. الشيء أنا الذي رأيته يعني وأعتبره إيجابي جدا هو ترافق العمل السياسي والنشاط السياسي للسيد الوزير الأول الذي استقبل الوزير الأول لنيجيريا التي تربطنا بها حدود طويلة، وفي نفس الوقت استقبال السيد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي لوزير الدفاع في جمهورية النيجر. وهذا العمل المتزامن والمترافق أنا أظن بأنه ذو بعد استراتيجي هام جدا في جعل القيادة السياسية في الجزائر والقيادة العسكرية ككل يعملون في مسار واحد للدفاع عن الأمن والاستقرار نتاع البلاد. وقد عبر مرارا السيد رئيس أركان الجيش الوطني السعيد شنقريحة عن جاهزية الجيش الوطني الشعبي وتحكمه ويقظته الدائمة لحماية الحدود الجزائرية في كل الاتجاهات، وخاصة في منطقة الساحل، لأنه إذا كان خطر ممكن يأتي فإنه يأتي من هذه الناحية.
لذلك أنا نعتبر بأن هذا الجهد المتضافر نقل نوعية في الأداء. وركز السيد رئيس الأركان على ضرورة أن تحل المشاكل في القارة الإفريقية على يد كفاءات وإطارات، وأن تحل بالحوار وبين الأفارقة دون أي تدخل أجنبي. قبل ما أعطي الكلمة للأمين بلعزوق، يعني نربط أنا أيضا بالانتخابات الرئاسية، يعني هذا الوضع الملتهب في الحدود متعلق أيضا بثقة ناخب في المترشح للانتخابات الرئاسية، سيضع طبعا الأمور، أنا أرى أنه الأمر الداخلي المعيشة والحياة اليومية للناس، ثم تأتي مباشرة أو يأتي مباشرة عنصر الثقة. هل كيف يرى الناخب قدرة المترشحين على توفير الأمن لما تكون الحدود ملتهبة؟ هناك ليس فقط مهم الوضع الداخلي وبالنسبة للغالبية هو أهم من الوضع في الحدود، ولكن يلعب دور، لأنه هذه دولة كبيرة، وسيفكر الناخب أيضا قبل ما يختار في هذا الجانب، لأنه مهم جدا جدا، خاصة وأنه العالم يتغير ويتطور بشكل سريع جدا جدا وبشكل مختلف عن الأوقات السابقة بطرق مختلفة. أمي بلعزوق، تعتقد أنه يلعب دور هذا؟ أولا كيف تقرأ هذه التطورات ورأيك في الانتخابات الرئاسية؟ أنا جاوبت على السؤال هذا في الشطر الأول من الحصة. لا ما جاوبتش الآن هناك كي قلت لي هذه يلعب دور، كي قلت لي هذه يلعب دور، أنا كنت قلتها في السؤال الأول تاعك في كي بدأت الحصة، أنه لي شخصيا أنه الجانب الأمن القومي والأمن والاستقرار أنا عندي أهم من القدرة الشرائية، لكن ربما أغلب المواطنين يشوفوا القدرة الشرائية، يشوفوا التضخم، يشوفوا البطالة كما قال عبد الحفيظ، اكسترا اكسترا، المشاكل اليومية اللي عينها المواطن، صحة أنا عندي هذا الأمن، لأنه لو تروح لك نعمة الأمن والاستقرار ما تبقى لا بطالة ولا صحة، ولا نشوفه شو صاري في الأراضي المحتلة، رانا نشوفه شاري في الجيران تاعنا، نشوفه شاري الدول الساحل هذوما، رانا نشوفه تولي كي ما عندكش واش من الصحة، أنت كي حياتك معرضة للخطر، حياة ولادك مع كي تنوض صباح ما بكش حتى ميت ولا حي، واش راح دير بقطاع التربية ولا دير بالقدرة الشرائية؟ هذه أونتر بارونتيز. أنا أظن أنه بطبيعة الحال هذه الانتخابات لازم الإنسان قبل ما يصوت على لازمنا رجل دولة، لأنه في ظل جو جيو استراتيجي وجيو سياسي جد مضطرب وغير مستقر ومقلق، لازم عندك رجل دولة ليحفظ الأمن والاستقرار، لازم يهابوك تاني لهاد الناس الأعداء تاعك والحلفاء تاعهم وهالميليشيات تاعهم، لازم يديروا لك ألف حساب، لأنه يشوفوا عندك واحد ماهوش رجل دولة ولا واحد ضعيف تما وين يتكلبوا عليك الأعداء. يعني الحمد لله هاد الخمس سنين اللي فاتوا الجزائر فرضت روحها في الساحة الدولية شاء من شاء وأبى من أبى، هذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، فرضت روحها وفرضت روحها حتى مع الجيران تاعها، فرضت روحها حتى مع الأعداء تاعها، وفرضت حتى مع الحلفاء تاعها، لأنه حليفك اليوم يقدر يدور عليك غدوة كون تكون ضعيف، يعني اليوم راه حليف تاعك لو تكون ضعيف يقدر ينقلب عليك. أيضا الدول الساحل نشوفوا كان اضطراب كبير عندهم، هاد دولة النيجر كانت عندها ربما بعض ردود الأفعال اللي ما كانتش كانت غير لائقة في فترة معينة، الحمد لله انه يسون ريفنو لا ريزون، يعني عادوا الى العقل تاعهم الصواب، لانه ما ينساوش انه الا ما قصفوهمش الجيران تاعهم ولا ما قصفوهمش الدول الغربيه سي اون غروند بارتي بفضل الجزائر. الجزائر البلد الوحيد ان سيرتان مومون اللي كان ضد هذيك التدخل العسكري الغربي الاوروبي الامريكي تاع الجيران تاعهم، لا تاع لا سي دي او تاع، جاوا يدخلوا في دول الاكواس، جاوا يدخلوا عسكريا وكانت ساعات فقط، والجزائر هي اللي دارت الفيتو تاعها، يعني يسون ريدوفابل اونفير نو، هذه كي لو فيو با يستعرفوا ولا ما يستعرفوش، ما يهمش، كان موقف متزن. احنا درنا هذيك باش نحافظوا الامن. تخيل لو تم دخلوا الدول، لو كان حرب اهليه الان، ولو كان الاف ربما مئات الاف القتلى والنازحين والجماعات الارهابيه تزيد، حتى امن جيراننا من امننا القومي ايضا بطبيعه الحال، على انه عندنا امتداد، احنا امتداد جنوبي تاعنا في افريقيا، وكان جماعة إرهابية دائرة تما لالوا، جماعة إرهابية في النيجر في المالي في البوركينا فاسو في هذاك في بعض شوية في جهة غانا شوية في جهة نيجيريا أيضا في تشاد، هذه الدول في ليبيا جماعة إرهابية خطيرة جدا،
ويعني يجب استقرار ويجب يروحوا المسار ديمقراطي. يعني مازالنا في غير في افريقيا هذه ربما لا تايلاند ولا بورما هذيك ثلاثة ولا أربعة دول في العالم من غير افريقيا، كل الانقلابات العسكرية تصير غير في افريقيا، وانقلاب عسكري ما يقدرش يجيك منه الخير. لهذا يجب نظن انه يعود له المسار الديمقراطي ومسار انتخابي، ولازم تكون حكومات مدنيه منتخبه، لانه هذه المنظومات العسكريه ما تقدرش تجيب استقرار البلدان. وهذا هو نظن الموقف الجزائري مما يجري في جارة في نيجر وفي مالي ايضا. عبد الحفيظ، طبعا شيء مهم جدا نعرفه انه النيجر هي دوله من دول الحدوديه للجزائر، ولكن 1000 كيلومتر حدود بين الجزائر والنيجر فقط، يعني بلا ما نروحوا لباقي الدول. يعني 1000 كيلومتر هذه تمثل احيانا كل حدود دوله مع كل الدول المجتمعه. احنا دوله وحدنا عندنا معها 1000 كيلومتر حدود. تخيل ان النيجر هذه فيها 10 ملايين شخص يعيشوا تحت مستوى الفقر، 10 ملايين من جمله 25 مليون. تخيل بانه راح تكون بؤره من بؤر التوتر، سواء تعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية أو تعلق الأمر بجماعات وجرائم منظمة أو تجارة المخدرات والأسلحة. يعني المجتمعات الفقيرة تلجأ إلى فعل كل شيء، وهي دولة جارة. يعني استقرار وأمن الجزائر من استقرار جيرانها، هذا معروف في كل لكل دولة. تعمل كل دولة ضخ أموال لجيرانها باش يكون استقرار، لأنها تعرف بأن هذه الأموال إذا ضختها، إذا وقع أي انقلاب أو أي اضطراب، راح تصرف أضعاف الأضعاف تاع المبلغ هذاك. لذلك تعمل الجزائر على أن يكون استقرار في كل الدول المجاورة. ما تنساش بأن النيجر هي عمق استراتيجي للجزائر، جغرافيا هي عمق استراتيجي للجزائر، هي تقدر تقول امتداد لأمن الجزائر، مثلها مثل مالي، مثل موريتانيا، مثل ليبيا، مثل كثير من الدول المحيطة بالجزائر للعدد تاع الحدود يتجاوز أدري حوالي 5000 كيلومتر أو أكثر. يعني شوف هذا المساحة الكبيرة جدا، وهذه المسافة الكبيرة جدا التي تتطلب أموال كبيرة باش تضمن وتأمن الحد الأدنى من الأمن. أعتقد بأن الدول الأفريقية معتادة على حسن العلاقة مع الجزائر، خاصة هذه الدول أو ما يعرف بدول الجوار. الجزائر أيضا تمثل بالنسبة لهم مرجعية من كل النواحي، لا تحدثنا عن المرجعية الدينية، المرجعية الاجتماعية، لأن فيه كثير من الامتزاج بين كثير من القبائل الجزائرية والقبائل النيجيرية والمالية وحتى بالدول المحيطة. لذلك الأمر يدخل في إطار ربما أمور احنا ما نعرفوهاش، ولكن لها علاقة بأمن الجزائريين، لأن أمن الجزائريين ما هوش صدفة أننا نعيش في هذا الأمن، ولكن نتيجة عمل دبلوماسي وعمل عسكري وعمل استخباراتي وكثير من السياسة أيضا. يعني لو سمحت سبحان ناشي، أنه عندما نركز على أفريقيا مثل ما قال زميلنا أنه هناك بؤر توتر، هناك انقلابات عسكرية، لكن وراء كل ذلك لماذا أفريقيا تحديدا، لماذا القارة الإفريقية تحديدا؟ لأنه كل الثروات التي ظهرت والتي ستظهر أيضا والتي بصدد الظهور مثل اليورانيوم، الذهب، البترول، الغاز، الفوسفات، كل هذه الثروات هي مطمع للجهات الأجنبية، وبالتالي سوف تخلق بؤر توتر حتى تستغل الوضع وتستغل تلك الثروات التي اكتشفت. هذا مهم جدا يجب الإشارة إليه، إضافة إلى الجزائر واعية وعي كامل بأن دورها محوري في القارة الإفريقية وعليها أن تتدخل، إضافة إلى أن الدبلوماسية الجزائرية عهدت على أساس أنها دائما دبلوماسية التوازنات، وبالتالي الجزائر ليس لديها أطماع توسعية، ليس لديها أطماع في أنها تستغل الدول الإفريقية، لكن هدفها هو الاستقرار القاري في القارة، يخدم الجميع ويخدم مصلحة الجميع، ويكون حل الشأن الإفريقي إفريقي، الليبي ليبي، والنيجيري نيجيري بطبيعة الحال لاستفادة الجميع. الموقف أنا نترجمه ونوصفه بشكل بسيط، يعني هو عبارة عن حكمة بسيطة تقول أنه أي أزمة عند جيراننا ما لازمش تحل بالسلاح، لازم أكيد بالحوار، لأنه استعمال السلاح يؤدي إلى فضائع، يؤدي إلى انفجارات، إلى انفلات أمني، إلى نزوح، إلى 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 إلى، وبالتالي إلى تحرك
للمجموعات المسلحة السلاح، وبالتالي ما ينفعناش الحروب هذه. إذن السياسة أو الدبلوماسية قائمة على الحوار والتشاور السياسي والانتخابات لإيجاد حل لهذه الأزمات، سواء في مالي في هذا أو في النيجر أو في ليبيا. الآن العلاقة تبدو طيبة الآن مع النيجر، هذا شيء مليح. مع ليبيا، مع الدولة الرسمية الليبية إذا جاز التعبير، العلاقة طيبة جدا باستثناء حفتر، يعني حفتر اللي يتحرك من 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 دول أخرى ومن جهات أخرى. إذن في نهاية المطاف الجزائر متسقة مع مسارها، يعني مع دبلوماسيتها وحكمتها، ونتمنى أنه نفس الوضع راح يكون مع مالي، لأنه الوضع في مالي صعب الآن، صعب في مرتزقة، في نعم، في فاغنر، في فاغنر. مؤخرا في النيجر، نعم، مؤخرا تم طرد قوات الجيش الأمريكي بعد قوات الجيش الفرنسي، تم طرد العلا، ومؤخرا طرد، والآن القوات الروسية خاصة الميليشيات فاغنر هي تنتشر في النيجر كما انتشرت في المالي. وانا شفنا وصراء مؤخرا في الحدود، ماشي بعيد عن الحدود الجزائرية، وين ميليشيات فاغنر تكبدت هزيمة نكراء، ولكن خاصة بشرية. ولكن يجب ثاني بعض التقارير، واش قرينا في تقارير انه يقال الآن انه حتى العملية التي نفذت ضد فاغنر والجيش الماضي شاركوا فيها اوكرانيين وممكن جهات اخرى، يعني ولات البلدان الافريقيه ايزون اكسبورتي لي كونفلي تاعهم اير، جابوه ولاو هنايا بالوكاله، ولاو هنايا حروب هنا في الحدود تاعنا ما بين القوى الكبرى، ولات بالوكاله باطراف الميليشيات هذو. وهذا هو المشكل. لهذا تسعى الجزائر الان لايجاد حلول سياسيه، ونظن انا نظن من اولويات نتاع الدوله الجزائريه والحكومه الجزائريه التركيز على ايجاد حلول سياسيه في هذه في هذا الشريط، يعني في نيجر و مالي وليبيا. تفضل دكتور. سيد حنشي، أنا أتوافق مع فكرة في الحقيقة جوهرية أكد عليها مرتين دكتور بلعزوك، وهي فكرة أولوية الأمن والاستقرار. لماذا؟ لأنها تؤدي دورا إيجابيا على مستوى الداخل، باعتبار المجتمع الدولي ينظر إلى الدولة التي تتمتع باستقرار وبمستوى عالي من الأمن كمجال يجذب الاستثمارات ويحرك الاقتصاد ومختلف القطاعات، وبالتالي فالأمن والاستقرار أحيانا هو عامل ضامن للفعالية الاقتصادية وللنشاط الاقتصادي في كل القطاعات، كما أنه جاذب للاستثمارات على المستوى الخارجي. لذلك هذه الفكرة لازم الحق لنا نتوافق فيها معها. تفضلي. نعم، اليوم على الجزائر رهانات حقيقية، لأنه دائما الجزائر كانت تحاول إلى حد كبير حتى عن طريق مسح الديون، تقديم الأموال، ولا حتى من جانب اللوجستيكي دائما تدعم الدول الإفريقية فقط من أجل الاستقرار. لكن اليوم على أيضا الفرقاء الإفريقيين، على الدول الإفريقية، على السياسات الإفريقية أن تتوافق مع الرؤية الجزائرية في أن الشأن الإفريقي يجب أن يدار، والنزاع الإفريقي والتجاذبات الإفريقية يجب أن تدار إفريقيا، لا أن يكون هناك تدخل أو منح فرص لأيادي أجنبية وأجندات أجنبية تستغل وتستثمر في هذا الوضع، وربما أيضا تفجر الوضع إفريقيا. شكرا، لأنه الوقت يمر فقط. صحيح. نعطي آراءنا في الآن عاد الوفد الجزائري اليوم اللي شارك في الأولمبياد، تم استقباله بشكل كبير في مطار الجزائر الدولي هوالي بومدين. يعني نطلب منكم فقط تقييمكم لهذه المشاركة وآراءكم في هذا الأداء وما وقع في باريس، في القرية الأولمبية وخارج القرية الأولمبية في القاعات إلى آخره. أمين بلعزو، أنا أظن أنه المشاركة مشرفة تاع الجزائر، بغض النظر على المشاكل اللي تكلمنا عليها وين لازم نغيروا الناس لا يتشرف على الحركة ونقولوها، يعني ما عندنا مشكل مع حتى واحد، بالعكس عندنا علاقة طيبة مع الجميع، لكن من مصلحة الجزائر ونسبقوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الناس لا يتشرف على الرياضة الجزائرية بصفة عامة والرياضة الأولمبية بصفة خاصة، لازم نغيروهم جذريا. يعني 20 ولا 25 سنة الأخيرة الناس اللي شاركت ما تزيدش تدخل في هذا اللجان بطريقة أو بأخرى، وبعاد المال فاسد ايضا، الناس اللي عندها شبهه فساد من قريب ومن بعيد نديروا كما درنا في البرلمان، نبعدوا مع الحركه الرياضيه، لانه الجزائر قادره دير اكثر. حقيقه درنا ثاني نتيجه عربيه بعد البحرين، درنا ثاني نتيجه افريقيه بعد كينيا، يعني احنا رانا محتل رانا تحصلنا على المرتبه الثانيه افريقيا بعد كينيا، تحصلنا على المرتبه الثانيه عربيا بعد البحرين، نتائج جد مشرفات. درنا كلاسينا خير من تركيا، كلاسينا خير من جامايكا، كلاسينا اللي عندهم تقاليد اولمبيه، كلاسينا
خير من اثيوبيا اللي عندها تقاليد اولى، لكن هذه ما تخليش تولي الشجره التي تغطي الغابه. لازم نروحوا او فون دي شوز. ونتمنى ايضا جو با لوازو دو موفيز اوغور ولا انتروب لو فات، بصح نتمنى ايضا كاين بعض الانتهازيين ما يستغلوش الفرصه هذه تاع كايليا نمور ولا تاع ايمن خليف ولا تاع سجاتي، هاد الانتهازيين باش يركبوا الموجه ويعاودوا يتغلغلوا ويعاودوا يبينيتري ويدخلوا في سبور ويسكابار كاع لي بريفيليج، يروحوا حان الوقت ان يروحوا. حاجه اخيره نقطه فقط حناشي، انا اعتقد انه ذوي الاحتياجات الخاصه راح يديروا نتائج احسن من هذوما، وكل مره وهذه لازم نقولوها وربما ما نشعطوهم القيمه اللي لازم، ذوي الاحتياجات الخاصه أم يرفدوا لنا الاعلام احسن بكثير من هاد لي فاليد هذوما، وهذه ماشي من اليوم، ونتمنى يولوا يعطوهم اهتمام اكثر من اللي راهو داير، باسكو راح يكلاسيو توجور بارمي لي ميور موموند، ولا ماشي يجيبوا زوج ميداليات ذهبيه، يجيبوا لك اكثر من 15 ميداليه ويستاهلوا كل التقدير. يجب تذكير انه البارالمبيك راح تبدا في باريس بعد مباشره بعد الالعاب الاولمبيه. عبد الحفيظ كورتي. انا نوافق امين 100%. الحمد لله انه كورتي اللي وافقني، يعني هذا يوم تاريخي لازم يسجل. لانه حقيقه إذا كان الترتيب مشرف، ولكن كنا نطمع أكثر، لأن الجزائر تملك من الإمكانيات ما يجعلها في مصاف الدول الكبرى في ما يتعلق، لأن دولة رياضية بامتياز. الجزائريون شعب يعشق الرياضة في كل المجالات الجماعية والفردية. طبعا الإمكانيات موجودة، وأنا متأكد بأن الدولة لم تدخر أي جهد. فقط نوافق أمين لأنه قال كاين كثير من الأشخاص اللي لازم ينسحبوا، تحدثنا على الاشخاص اللي باينين واللي ماشي باينين في اداره الشان الرياضي في الجزائر. طبعا الرياضيين لو كنت تسالهم يعرفوا التفاصيل هذه، احنا ماناش رياضيين، ولكن مهنتهم وحرفتهم ويعرفوا العراقيل، يعرفوا مصدر العراقيل، يعرفوا شكون اللي راهو عايش من الرياضه شخصيا، ويعرفوا شكون اللي صح يخدم الرياضه ويحب الالوان تاع العالم تاع الجزائري، ويبكي لما يشوف العالم الجزائري مرفوع في كثير من الدول. إذا أنا نوافقك الرأي، أكثر شيء نوافق فيه أمين أنه كاين بعض الأشخاص ربما ما نقدروش نذكرهم، ولكن يحاولوا يستثمروا هذه الظروف، ظروف التتويج تاع بعض الرياضيين، باش يتقربوا أكثر لستو أدري من المسؤولين، أو يتقربوا أكثر من خلال نجاح تاع هؤلاء الأشخاص. هذا النجاح يستحقوه هما فقط، لأن كان جهدهم جهد شخصي بعلم جزائري. إذا حبذا لو نسمو كل شيء باسمه، يعني نخليو الناس بعيد على نبقاو فقط في الإطار الرياضي. تعرف لما رأيي دائما ربما مختلف شويه، لما تقول واحد لازم يروح او يقعد، بالنسبه لي ما هو المعيار اللي على اساس يروح او يقعد؟ خليني نكمل، انا ما قاطعتكش يعني بالعزوك، خليني. انا اعتقد وانا احترم وجهه نظر، ولكن لي راي اخر، انه بالنسبه لي هذه قناعتي وقاعده اللي نمشي عليها، المعيار هو البيلون والحصيله. اذا نجحت، واذا فشلت، والواحد يتحمل مسؤولياته. اللي يفشل يا اما هو يستقل يروح، يا اما يروحوه. اما اللي ينجح من حقه يقعد، ومن حق الاخرين المسؤولين يخليوه. هذه وجهه نظري. اللي جاب 150 ميداليه فاش خير منه؟ انا نقول لك احنا عندنا ثلاثه وما عندهم 150. بعدناش ثقافه الاستقاله ايضا. دوك نقول لك، اذا كنا ترتيبنا رقم 2 في الدول العربيه ورقم 2 في افريقيا، هذا نتيجه ايجابيه. ممكن كنا نطمح اكثر، ممكن في الامكانيات اللي وفرتها الدوله كانوا قادرين يجيبوا اكثر، ولكن في نهايه المطاف كاين اريد ما تكومباريش راك تكومباريك لكينيا. عندنا البيدجي تاعنا 10 مرات اكثر من كينيا و30 مره اكثر من اثيوبيا. سباقات من الافضل في العالم، يعني معليش حنا صح. انت الامكانيات اللي مد لهم رئيس الجمهوريه ما كان حتى بلاد افريقي ولا عربي داوها، وقلنا باللي فرنسا كانوا يلعبوا في حرشه. 5 مليون جزائري مرام حناشي، ما تكومباريش اثيوبيا يجي ثلاثه عباد يسيبورتيوه. حنا كان 50,000 بنادم يسيبورتيوه في ستاد. يعني كاع هاد الظروف والامكانيات تاع الدوله والاستقرار والمسانده تاع الشعب، وفرنسا قلنا شغل راهو يلعب في حرشه، هذه كاع يجي ودا وهم يقولوا 250 ميداليه في الالعاب العربيه وثلاثه. يعني بكل صراحه كنا قادرين نديروا احسن. كاين نقطه امين بالعزوق ومطروحه للنقاش، يعني شفنا في اليومين الاخيرين حتى مدرب سجاتي الان معلومات حول تعرضوا
المضايقات، بنته تعرضت إلى مضايقات من طرف الشرطة الفرنسية في نفس الأيام اللي كانوا يحاولوا يكونتروليو سجاتي هل يأخذ المنشطات أم لا، كانوا خضعوا أيضا بنت المدرب من الغرفة تاعها في العاصمة باريس، وداروا لها تحقيقات وحطوها نظن تحت الحجز لفترة 24 ساعة أو أكثر، وهذا يشير إلى أن هناك كانت محاولة للتأثير حسب بعض الأصدقاء تشير أنها مقصودة للتأثير على سجاتي، لأنه حتى هذه لأنه مهمة أنت تستهدف، لأنه هذا استهداف تاع إيمان خليف، ثم جاء استهداف تاع سجاتي، ما جاش واحد سلوك فردي. معليش هذا ما استهدفوش ودا ميدالية ذهبية، دينا ثلاثة تولي معليش ثلاثة، كنا قادرين ندو أكثر بكثير في القطاعات الأخرى. وطيف سي حناشي، لدي ثلاثة بالنسبة لهذه القراءة، فيها ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى هو التفاف مؤسسات الدولة حول شبابها وأيضا رياضيها، وهذا الموقف الذي قامت به الدولة الجزائرية مع كل من كيليا ومع إيمان. الرسالة الثانية هو أن الشباب عندما تعطى فيه الثقة ويجد الدعم من قبل مؤسسات الدولة خاصة الرئاسة ينتج الأمر الذهب. الرسالة الثالثة أن شبابنا اليوم هو ليدرشيب قادر على قيادة الشأن العام، فلنمنح له فرصة حتى يكون هناك عطاء أفضل. عندك تعليق؟ تعليق تاعي أنا نتوافق مع الإخوة، هو أن المشاركة كانت مشاركة مشرفة، وإن كنا بالنظر إلى الإمكانيات المسخرة والميزانية المسخرة مثل ما تفضل الدكتور بلعزوك كنا نطمح إلى الأفضل وإلى الأحسن، وعلى مسؤولي القطاع فيما بعد نتمنوا هم وحدهم الذين يقيمون أداء الفرد بالضبط، راح أقول لك ويزيحون من يشاء ويتركون من يشاء. الآن حال وقت التقييم ليفالياسيون تاع المشاركة تاع الأداء تاع الإمكانيات التي صرفت، هل الميداليات تساوي الإمكانيات إلى آخره. نتمنى أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة اللي راحين إن شاء الله يشاركوا في 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 في, في البارا الأولمبيك أو الأولمبياد إذا جاز التعبير، نتمنى لهم إن شاء الله النجاح، ونتمنى يتحصلوا على ميدالية ذهبية ولما لا أكثر مما تحصلنا عليه حتى الآن. انتهى الوقت المخصص لهذا العدد، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم مشاهدي الكرام، نلتقي معا في عدد جديد من البوليتيك، تصبحون على خير.